نعم. الآن سنذهب إلى الفيتنامية، اللاعبة الفيتنامية هي تي ها تا بان، هذا هو اسمها. نعم. بالنسبة لنا لعبها جدد يعني صراحة ما شفته من قبل، بس إن شاء الله نشوف أداء موفق يعني. والحلو في البولت إن الدرجة موجودة أصلاً، درجة اللعبة أو القفزة موجودة في القانون. نعم. وعلى أساسها تحسب. نعم. يعني هو في المنطلق اللاعب يكون لديه العلامة والدرجات كاملة، ثم يقع الخصم من خلال مجموعة ويسند إليه ما تبقى من بعد الخصومات. طبعاً تنحسب له المتطلبات والصعوبات وتنضاف لها. صحيح. إذن هذه الفيتنامية تي ها تان بان. متأكد أنه نفس الاسم. تي ها تان بان. الفيتنام يعني ما عندهاش يعني جمباز صراحة، أول مرة أنا أشوف يعني ثاني. نعم. العام المتطلب حلو، ولكن مفاجأة صراحة. صحيح. صراحة مفاجأة. نعم. وايد أداء موفق. موفق جدا يعني، نظيفة لدرجة عالية جدا وايد. هذه القفزة حتى ما أعطتني فرصة. عبارة عن شغلبة هوائية حول المحور الطولي والعرضي مع نزول موفق وصحيح 100% في الرنج يعني، ما الساقين كانوا ممتازة جدا، بسيط يعني شيء بسيط ما راح تفقد وايد. طبعا عندها قفزة أمامية مع لفة في الهواء. نعم. أيوة جانبية قبل دخولها على الحصان، وايد جميلة صراحة، ونزولها موفق في الرنج المطلوب صراحة. هذه المدربة طبعا سعادة المدربة باللعبة، وتحصلت على 14950. لو تتمكن هي صعدت للمركز الأول الآن، لو تتمكن من النجاح وتحرز معدل يتقارب مع القفزة الأولى ربما ستكون هي الفائزة باللقب، ولكن طبعا كل يتوقف على هذه القفزة لتي ها تان بان. نشاهد بتعليق كابتن بدرية. إن شاء الله نشوف حركة موفقة لها، كبداية كانت جميلة. أوه ممتازة. يعني بسيط الخطأ. الحاسم كان بيصير من 15 إلى 13 يعني، في حالة على حسب الميلان الجسم للأمام هني بينحسب من خلال الحكمات ورؤياتهم. هذا اللي قرر الحكم. نعم. دي هو اللي قرر درجة الحسم. قد تكون تيها هي البطلة لهذه المنافسة. إذا ما لم ترد الفعل البطلة الأولمبية لاريزا أندريا جورداش من رومانيا. لا كانت قفزة الأولى أفضل بكثير. نعم. وايد وايد يعني عندها هنا حسومات. وضع اليدين، انتناء الجسم أندريا لاريزا والتقوس، عندها فتح الرجلين أثناء دوران حول المحمر، اقترابها اقتراب جدا قريب من الأرض، حركة الرجل صارت على الخط هاي بتفقد عليه 15، بالإضافة إلى الخطوة الأمامية. نعم. كانت القفزة الأولى هي أفضل وموافقة أكثر، راح تكون عندها حسومات هني أكثر. النتيجة ننتظر النتيجة. طبعا تي ها تان بان تتابع بكل تركيز، قد تكون هي المتوجة أو واحدة من المتوجات بإحدى الميداليات الثلاث في هذه المنافسة. هذه النتيجة إذن 14700 والمعدل هو